انا ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المدى. طبعا احنا النهارده في اول يوم في السنه 1/1/2017 واحنا كمتحف قصر المنيل قطاع المتاحف وزاره الاثار شفنا ان احنا اجمل حاجه ان احنا نقدر نحتفل بها بالسنه الجديده ان احنا نكون مع الاطفال وخاصه الاطفال المدارس الحكوميه وبعض المدارس او بعض الجمعيات اللي فيها الايتام ان احنا نبقى في جو ليهم جميل في بدايه السنه. طبعا ده بالتعاون مع توف وشوف ووزاره الثقافه بنحاول يبقى شكل مختلف للانشطه وبنحاول يبقى شكل مختلف لمتحف قصر المنيل في السنه ان شاء الله الجديده وبنقول للناس تعالوا زوروا متحف قصر المنيل هتشوفوا الحديقه الغناء المتحفيه وهتشوفوا السرايات الجميله وهنشوف حقبه هي عاوزين نتعرف على الكثير منها هي حياه الامراء وحياه الاسره الحاكمه في مصر. شرفتونا. دي اول مره يحتضن فيها قصر المنيل الاحتفاليه لراس السنه ولا كانت احتفالات؟ طبعا هو اول مره بعد اغلاق 10 سنوات للمتحف. طبعا هو كان يعني قرب على 10 سنوات مغلق ودي اول احتفاليه بعد ال 10 سنوات في ليله راس السنه او اول يوم في السنه الجديده. مبتدا.com